ماشية بيبك عينينا والورد الأبيض بيفتح والشمس على المشنة تصبح احنا تاريخ بكرة اللي حيطرح بس تنور في شجر غنينا بكرة لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة رجعنا لكم في أول يوم الحلقة مع بالحب مع بركات الرحي. ده الأساس يعني الجديد. يعني ايه ده الأساس الجديد يعني؟ يعني ايه الجديد؟ طول عمر الاسم البرنامج كده. ايوه احسب ايه الجديد في الحلقة. النهاردة بقى هنرجع للشد الشعر. صدقني نسيت ابص والله في المرايه قبل ما ادخل. ايوه هتقولي كده اشوف ده مش فاهم. مش الصبح كنت عامله استشوار؟ ما عشان انا عايز اقول لكل الساده اللي بيتفرجوا علينا ان في ايه، اول ما بنتقابل انا ورحيق بناخد بعض بالاحضان وبوس. بعد كده صح؟ بعد كده هنقعد نشد في شربت. ايوه وبعد الاحضان والبوس والحب بقى. طبعا كل ده كذب. ده اولا ده الكذب بقى. خدوا الحقيقه بقى. احنا مبدئيا اول ما بنشوف حاجه كده كده اهو ازيك يا بركات اروح اسد. أيوة. شعره واروح بقى وعضياه. عضياه هي اهم حاجه، العضياه دي عشان اخدت عضياتين. طيب كمان اديتك بالبوكس. انا عايز بس اقول حاجه. احنا بنشكر كل الناس اللي كانت بتسهل على رحيق وعلى البرنامج الفتره اللي فاتت دي. بجد الحمد لله الحمد لله اللي احنا عرفنا. ليه انا جيت الحلقه النهارده؟ ليه جيت اخلص الكلام عشان خاطر مش عايزه اروح الدروس. احسن الناس اللي بتسالنا على برنامج رحيق والناس اللي بتكلمنا على السوشيال ميديا، احنا عرفنا قد ايه انتوا بتحبونا واحنا كمان بنحبكم. عشان كده احنا باذن الله بنكمل معاكم وفي مفاجات بقى جايه في الحلقات اللي جايه. اسكت شويه، عايز اديني فرصتي بقى. اديني فرصتي. طب معلش هقول حاجه، معلش هقول حاجه. قولي. ما تنسوش يا جماعه تدخلوا على التيك توك وتعملوا لي اكسبرور ولايك وفولو عشان خاطر انا بقالي كتير محدش بقى يعمل لي لايكات كتير ولا اكسبلور حتى ولا حتى يكتب لي كومنت. فياريت يعني كلكم اللي هيعمل لي لايكات انا هعمل له لايكات، اللي هيعمل لي كومنت انا هعمل له كومنت، اللي هيعمل لي اكسبلور انا هعمل له اكسبلور، اللي هيعمل لي فولو انا هعمل له فولو. ارتحتي؟ ايوه. خلاص كده هديتي؟ لا لا. طيب من الاخر السوشيال ميديا بتاعت رحيق الشاذ يا ريت يا جماعه بقى تتابعوها وتعملوا لها اللي هي قالت عليه السبروب ومش عارف ايه اسمه اكسبرو. اعملوا لها ده يا جماعه عشان هي ايه النجمه بتاعتنا اليومين دول. ثانية هقول لهم حاجه قبل ما نبدا الحلقه. تنسوش تعملوا لايك على اليوتيوب واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان بيوصل كل بيفرق معايا قوي. بيفرق معاها يا جماعه، بيفرق معاها في انسانيتها خالص. بتلاقي الانسانيه بتشر والله العظيم كانت بتضربني بره. ما تنسوش تعملوا لايك في كتير كتير رحيق. كتير يا رحيق اهدي صلى على النبي اهدي. طيب انت ما قلتيش احنا هنتكلم في ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم عن الحيط. لا شفتي استنى عشان انشغل ده يا جماعه اخره اللي ينشغل بالسوشيال ميديا. انا عيد الحب الام. الحب والام. ايه الحب والام؟ عيد الام. عيد الحب. طيب لا احنا عايزين بقى نقول ان احنا في مفاجآت كتير الحلقات اللي جايه، بس هنفاجئكم بقى. لازم المفاجاه ان انتوا تتفاجئوا، مش هنقول عليها دلوقتي. واول حاجه هنقول ايه؟ عليها النهارده ايه هي ايه؟ ايه هي؟ انت ما عرفتنيش. انت حاسه ان انت مش معايا في البرنامج يا بنتي. انت ما عرفتنيش. ازاي ما عرفتكيش؟ انا قايل لك كل الكلام بره. قلت ليش حاجه. طيب يا جماعه احنا عايزين نتكلم عن غلاوه الام. فالحلقه النهارده هيبقى فيها جزء قصير عن غلاوه واهميه الام. هنعيط والميك اب بتاعي. بص ميك اب ايه؟ انت فين الميك اب اللي انت حطاه؟ انت حتى روجاجو خلاص اللي هو البتاع الاحمر ده اسمه روج. اسمه الروج. روج اسمه. بقول لك ايه، انا مبدئيا كده مش عاجبني غرورك. تعالي نطلع فاصل عشان انت بدات تتغرب. لا قبل ما نطلع فاصل اتفضلي عايزه اغني لهم اغنيه مامي قايله لي عليها. طب وانت قاعده وحياه النبي بس بقى. انت قاعده وانت قاعده عشان دي فيها. اتفضلي 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 ابدا
ابدأي ابدأي اتفضل. أندل 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 الله أكبر. والله ما فيكم جدعان، بس أشرب رجالة كلكم ما بتحتار نسوان. طب بصوا الخطة الجاية، أنا أشتري مركبة فضائية وأسافر فضائيين مع أصلي أصحابي مستنية، مش فاهم اللي بيحصل ولا على أسفل. اطلع فاصل والنبي عشان اللي احنا بنسمعه ده مش حلو. اطلع فاصل ونرجع لكم بعد، يلا نرجع لكم بعد دقيقتين دقيقتين دقيقتين. اوعي بقى ايه اللي انت بتقوليه ده، اتفقنا عليه. قول له اديني مصروفي، خلصت كل فلوس. في ظل المنافسه الشديده اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال. ورجعنا لكم بعد دقيقتين. راضية؟ لا. طب نقولها تاني. يلا ورجعنا لكم بعد دقيقتين. راضيه؟ راضيه؟ انت بتتدخل في شغل الاخراج، انت مالك؟ مش يمكن تكون باينه؟ ماشي. ازيك يا ريم؟ الحمد لله. عامله ايه يا ريم؟ كويسه. الاخبار؟ تمام. اخبار الاكل عندك ايه؟ تمام. انت ايه بتضحكي ليه؟ دي كل يوم تعمل لنا نفس الاكل. طيب ما طباخه عالميه دي، دكتور مش هتعرفوا تكلموها بعد الظهر دي. هي عايزه تطلع مدرسه. انا عايزه اطلع الاثنين عادي. اه الاثنين، ايه المشكله؟ تبقى بيزنس وومن و مدرسة، ايه المشكلة؟ ما عنديش الكلام ده. طيب. ما عنديش الكلام ده. لا اله الا الله. انا ما اعرفش انت جرالك ايه يا بنتي، انت كنت كويس؟ ينفع كده يا فنان؟ ما بتاكلش من اكلي اصلا، ما بخليهاش تاكل من اكلي ابدا. انا غنيه. غنيه؟ الغني هو الله يا حبيبتي. طب انا عايز اقول لكم ده مشهد فاشل، هي بتحاول تمثل بس هو مشهد فاشل. ايه انا غنيه؟ انا غنيه. طب يلا نتكلم عن موضوع فقرتنا النهارده. شوفي الضيفة أحرجتنا. دي أختي. طب ما هي ما أختي ضيفة برضه. ثواني ممكن أحرجها هي. أنا وأنتِ حرجتينا إحنا الاتنين يعني. طيب إحنا عايزين نتكلم. طب أنا ينفع أقول حاجة؟ قولي بقى خلصيني والله أقوم أروح. أنا عايزة أقول لكم على الفيلم يا جماعة. أنا اللي مؤلفة من دماغي. أقوله لكم؟ يا رحيك يا شاذلي، عايزين نتكلم مع ريم. طب عايزين نتكلم مع ريم. معلش. يلا هنقول موضوع فكرتنا النهارده بقى. خلاص معلش بقى، خلاها في اخر الحلقه. قولي طب انجزي. ان هو انا نازله على السلم، ماما قايله لي روح اشتري حاجه، وانا بحس ان في حد ورايا، ابص ورا ما في بركات مش موجود. ابص ورا تاني ما فيش حد. وانا طالعه على السلم كدابه وانا طالعه على السلم، والله انا اللحظه الحاسمه، وانا طالعه على السلم لقيته خطف. يا الله اكبر. لا لا ازاي الفيلم الاكشن ده؟ اوه انت نسيتي التفاصيل. انت ماشيه، هحكي لك بقى في نص دقيقه. انت ماشيه وبصي وراك ما تلاقيش ايه اللي عايز يخطفك، بعد كده بتمشي، بعد كده بتبصي وبصي ما تلاقوش، بعد كده بتمشي بيروح خاطفك، لما بيخطفك بقى بيعمل ايه؟ يروح يوديني في حته مقطوعه. طب لما انت مش حافظه قصه الفيلم بتحكيها لي وبتحرجي نفسك. انا مش فاكره. اسكتي بقى شويه، اسكتي. خلينا نتكلم بقى يا ريم. نفسك بقى تقولي ان انا ما اتكلمش. والله ساعات مستحوله ساعات لا عايز. يعني طب اقول لهم عالجي لي كل اللي جوه. ما خلاص مش عايزين فضايح، مش عايزين فضايح. هي بتروح ساكته تفتكر حاجه بتروح تطلع. ريم انت عارفه اللي احنا كنا ده مش اساسي، ده افكار كده طايشه قبل البرنامج. انا عايزين نتكلم عن غلاوه الام. اخبار غلاوه الام عندك ايه؟ وعايز بحبها جدا جدا جدا. والله العظيم هتقطعيها تاني لاكلك البتاع ده. انا مش هطلع على تاني. طب مالكيش دعوه بس بقى تتكلمي، خدي فرصتك.
انا مش هسمح لك تقاطع اي حد بعد كده. اتفضلي يا ريم. بحك الشاذلي انا فنانه. انا ما بحبش ماما تكلمني بسبب كل شويه لما تيجي تقولي يلا رايح الدرس. بس خدت بالك لما نفضنا لها انا وانت سكت. لا لا ما نفضناش احنا اسفين. اخرج بقى تقول لي بره البرنامج. لا ما اقدرش اقول لك بره البرنامج. وقعت رجلي. طب يلا بقى. اتفضلي يا ريم كملي. بتضايق من كتر ما هي بتقعد تقول لي روح الدرس يلا روح الدرس. ايوه ما بتقول لك روح الدرس عشان مصلحتك. مش انا ساعات ما بحبش اروح. بحب اروح. بصي قالت لك انت عندك امتحانات. ايه دعوه انت؟ عندك يوم الاربعاء كمان. طب انت ليه ما بتتقبليش ده بنفس راضيه؟ مش عارف. يعني ايه مشكلتك اللي انت تسمعي كلام ماما؟ ايه مشكله اي طفل اصلا هو يسمع كلام ابوه وامه؟ يعني ايه البروبلم يعني؟ يعني ايه المشكله ماما؟ ايه يا بنتي في ايه؟ انت امي ولا ايه مالك؟ انت امي اياك يا بركات. ايوه هتقول كلام مهم اهو. ازاي؟ ايوه كلام مهم. لو جبت سيره مامتي هبعتك. شكرا. مامتي دي في عيني كلها. طب ما تكلمينا انت على غلاوه امك بقى. كلمينا على غلاوه امك بقى. اتفضلي اتكلمي. انا ما بكون عايزه اسمع كلام ماما بسمع كلامها عشان تعبرني وكمان عشان خاطر تجيب لي كل اللي انا نفسي. معانا مكالمه. اسكت شويه. الو الو. ايوه رؤى. ازيك يا فنان؟ ازيك يا نجمه الفنان. ما تكلمش اختي لو سمحت. ازيك يا رؤى؟ بصي يا رؤى شايفه. ازيك يا اختي؟ الحمد لله يا قلب اختك. اخدت العلاج يا اختي؟ اخدت العلاج. عادي بقى بدل بحكي يا اختي. يا رؤية. نعم. انا قلت لك ان انا بدعي لك عشان علاقتي مع ربنا حلوه. اتحسنتي؟ انا اللي قلت لك. انا اللي قلت لك. في تحسن يا رؤية؟ الحمد لله. الحمد لله. الله اكبر. واللي انا وعدتك بيه لسه زي ما هو؟ اه تمام مستني. كنت بتمثل علينا. انت بتبص هناك ليك؟ انت ليه محسن اللي هي هناك كده؟ ايوه هي مش هناك كده خالص. بصه في السماء. رؤية. نعم. القميص بتاعي حلو. اه جميل. شكلكوا قمرات. الحمد لله. انت اللي وحشه. الحمد لله. اخبارنا ايه عندك؟ الفورمه بتاعتها اتجنن. الايه؟ الفورمه بتاعت رحيك اللي شعرها اتجنن. ايوه دي رايها هي اللي عاملاها على فكره. رؤية حضرتك لو ما قلتيش على لبس شيك اي حاجه كده. لا يا قلبي انت مزه وقمر. ده اما اروح هستحلف لك ان انا مش هنام جنبي. طيب. وازيك تنامي جنبي. يا رؤية ما تجيش بقى حياتي لي بالليل. بس بقى خلاص انت روح السينما. هو برنامج العيلة فيها يا جدعان. ايوه انا قلت لك سميه بالحب مع العيلة. ماشي انا اسف. الموسم الجديد هي خرجت كده من مكان. يا انت معايا يا رؤية؟ ايوه معاكم. اخبار صحتك ايه؟ تمام الحمد لله. رؤية تنصحي رحيك الشاذلي بايه وريم الشاذلي بايه؟ رحيك الشاذلي انصح ان هي تكون قاعدة هادية كده. ايوه. وريم بقى انصح ان هي تروح الدروس وما تجننش ماما. ايوه نخلص كده. انا هضحك اما اروح. شكرا يا رؤية. عملتي جريمه قبل ما يروحوا. شكرا رؤية الجميله اختهم الكبيره. طيب ريم انا عايز اعرف ايه مشكلتك انك تسمعي برضو كلام ماما وبابا؟ ايه المشكله؟ انا بسمع كلام بابا اكتر من ماما شويه. اللهم صل على النبي. بس بابا بيجي يزعقلك على ماما؟ ايوه. لا اتول كده ماما بتزعلي. اه بس بابا لا طبعا اكيد. لا بس مفيش زي حنيه الام برضه. ايوه الام هي الحنيه في الاخر. لا عشان هي متعوده على بابا شويه وماما يعني نص نص. اه ماما الرقابه انت بتخافي منها شويه. اه ساعات بخاف من ماما جدا. بحب ماما اكتر من بابا بكتير. انا عايز اسالك سؤال. صلى على النبي. سؤال بس بسيط. انت بس سؤال بسيط. سؤال بسيط. انت ليه مع ريم بتقطعيها دايما؟ انت ايه مشكلتك في المجتمع؟ عشان هي بتكلمني في البيت وحش. وكمان اول ما اقول لها انزلي اقلي لي حاجه بعد كريم اقلي لي بتقول لي لا. واما اقول لها هاخد حاجه من عند كريم بتقول لي لا. ايوه ماشي. بس انا عاوز اخد واحده جيلي يا ريم بتقول لي لا. ثواني احنا عايزين نعمل مصالحه. عاوز اخد شيبس يا ريم بتقول لي لا. يا لهوي ده انت معبيه. فضي يا بنتي فضي. قولي انا مش بحب حد ياخد حاجتي. هو هي بتدخل الاوضه بتقوم فاتحه الدراك كلها عشان عايزه تاخد حاجه. عشان تاخد حاجه واحده بس. اه انا ما بحبش كده. عشان كده. طب احنا عايزين نصفي النيه بقى بينكم انتوا الاثنين. نعم. احنا عايزين نصفي النيه. انت ادي لها حاجاتك بعد كده لما تعوز. وانت برضو وانت مش لازم تقولي لها قولي لي حاجه عشان مش بتطبخ بقى تعذبوا البنت. خلاص 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 اتصالحنا ولا ايه؟ مش راضيه. لا هي راضيه. انت مش راضيه ولا ايه؟
مش رده. مش رده. يلا طب نتكلم على موضوع فكرتنا احنا. طيب احنا برضو بس احنا عايزين نحس. حسساني ان انت مذيع. انت حكوده على فكره. طب اقوم طيب اخرج من الحلقه. هي حكوده؟ لا ده حقد. ده بص الحقد الحقد بان في الهدوم يعني. طب نرجع خلاص مفيش حقد يا باشا. خلاص مفيش حقد. طيب انا اقول لك على حاجه. احنا 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 يا ريم اول ما نبدا البرنامج بتاعك ان شاء الله وتبداي بقى تطبخي وتاكلي. بس لما هي تبدا البرنامج انا هروح قناه سي بي سي. ها يعني قصد ده تهديد ده ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه انا برضو هروح. طيب بص يا ريم عايز بس افهمك حاجه. انتوا لازم تبقوا فاهمين ان انتوا بينكم كام سنه؟ 3 سنين. انا عندي 12. 3 سنين بينهم. ماشي في ال 13. طب ما انا بقول 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. انا عارف ان هم 3 سنين. اكبر من 3 سنين ما يخليش ان انتوا ناقر ونقير كده. صح؟ صح ولا مش صح؟ فانتوا المفروض تتقبلوا بعض لان انت هتكبري هتبقي ام وانت لا هتبقى مش هتبقى هتبقى اب ولا ايه؟ امال هتبقى انا هقول لك بقى انت مالك؟ ما هي هتتجوز ما لكش دعوه. احكي لك بقى. احكي لك هعمل ايه في يوم فرحي. لا ولا تحكي في احكي لك. هحكي لك. هحكي لك. انا مش عايز اسمع. ايه ده بس؟ انا هادي ومش عايز اسمع. ايه ده بس؟ يا ست هادي. ايه ده واسمع. والله هادي. ايه ده بس واسمع. انا هادي. ايه ده واسمع. انا مش عايز اسمع. مش عايز اسمع. تعبت. بركات. تعبت يا بنتي. تعبت وانت بتعملي فيا. هتعمل نفسك ممثل. بس مش عايز اسمع. مش عايز اسمع. يا راح تتابعي عايزين نتكلم يا راح تتقطعينا. مش عايز اسمع يا ناس. ضحكيني اتفضل. لو ما ضحكتش هيبقى يومك ابيض. ضحكيني. احكي لك حاجتين. اتفضلي. بس ان هي هخليها ازاي؟ اول ما اروح فرحها. طب ينفع نروح فصل؟ همسك الكاتشب في الشنطه. ايوه. واما اكون عاوزه اتصور معاهم همسك الكاتشب كده في شارع عرسها. واقول لها بس في شارع عرسها. واقول لها بس ايه شارع عرسها؟ اقعدي اقعدي عشان كملت بس اقعدي. يعني ايه في شارع عرسها؟ قصدك ايه؟ من شهر جوزها. ايه؟ الشهر جوزها. على شهر جوزها. وقلت له هظبط لك شعرك واروح احط الكاتشب في شعرك. بس خلاص. ضحكتينا يا اختي. بعد كده احط الكاتشب في السلندري. بس انت ضحكتينا بقى. والسلايم حكي يا ريم. احكي لك بقى الحين. لا ما تحكيليش حاجه وانا مش طيب. معانا اسلام. ازيك يا نجم النجوم؟ حبيب قلبي. حبيب قلبي ازاي يا صديقي؟ انا معاك اسلام سامي اعلامي زي حضرتك. كل تمسح على حضرتك كده. مساء الفل. البرنامج بتاعك حكايه. الله يخليك. بس القميص بقى حكايه عن البرنامج. الورده دي هتجنني انا. طب خلاص خدها. عامل ايه انت؟ تعالى خدها. حبيبي يا نجم. اهلا وسهلا بيك. برنامجك لذيذ والاطفال اللي انت بتجيبها لذيذه. كمل. انت انسان محترم وانسان طموح. الله يخليك. كمل. واحنا كلنا في ظهرك وبنحييك على البرنامج الجميل ده. وكمان الاطفال اللي انت بتجيبها بنات لذيذه جميله. بنحييها. البنت اللي عماله تلعب في شعرها بطلي لها بعيد يا بنت. حبيبي يا باشا كمل كده في مشوارك وانت ناجح وتمام. وبص ما تقفش. كمل كده في النجاح واستمر. برنامجك قوي. برنامجك جميل. المحتوى بتاعك لذيذ حلو هادف. كمل في مشوارك وما فيش حد يوقفك خالص. يا رب. تمام. يا رب. كله على الله. تمام. كل برنامج ابن البلد يقول لك كمل. برنامج ابن البلد كمل ومحدش يوقفك يا نجم. يا رب يا رب. شكرا لك حبيبي يا بركات. شكرا لك. سلم لي على رحيل بقى وسلم لي على كل اعداد البرنامج. هم سامعينك اهو حبيبي. سلم لي عليهم كده واشكرهم وتحيا مصر كده بكل الشباب الطموحه اللي زي حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وتشرفنا بيك جدا جدا. وخلينا نسمع صوتك على طول ان شاء الله. شكرا. شكرا. الف شكر. اتفضل. ونروح فاصل ونرجع لكم. خلاص. هو بعد الكلام الحلو ده مفيش حاجه تتقال غير ان احنا نطلع فاصل ونرجع لكم. هنروح فاصل ونرجع لكم بعد دقيقتين. بعد دقيقتين. قول له اديني مصروفي. خلصت كل فلوس. رجعنا لكم بعد دقيقتين. هم اكتر من دقيقتين بس دقيقتين. دكتوره فاطمه. اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الاخبار؟ الحمد لله. انت بتتاخري علينا ليه؟ معلش. لا ما اصل احنا مذاكرين يعني. اتاخرتي علينا ليه يعني؟ على هوا كده؟ اتفضلي.
لا ده دلع بقى. تسلمي كده بوظتي الدايت. تسلمي يا رحيم، هديه حلوه جدا. لو احنا بـ بـ بنعمل بتكافئ يعني الناس اللي بتتاخر. بس شوفي ما اديتش لاختها والله. لو خدتي بالك هي بتدي ايه للحبايب. اختي مش ضيفه. مش ضيفه. مش ضيفه. صح مش ضيفه. صح صح فملهاش شوكولاته يعني. تسلمي يا رحيم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الاهالي اللي بتشتكي كتير من اطفالها. دي مشكله. الاول قبل ما تخش في الموضوع تمام، احنا عايزين اللي بيتفرجوا علينا يتعرفوا عليك اكتر تمام، ويعرفوا كمان التخصص بتاعك اكتر تمام. معاكي كاميرتك ومعاكي دقيقه اتفضل. ماشي. انا فاطمه عادل، اخصائي تربيه خاصه واضطرابات نطق وكلام، بحثة ماجستير في اضطرابات النطق والكلام، بكالوريوس تربيه خاصه. ندخل بقى في الموضوع على طول كده. طيب اوكي. الاهالي اللي بتشتكي كتير من ولادها. طيب هو احنا عندنا حالتين. اول حاجه ان الطفل هو اللي بيبقى على حق، والحاله الثانيه على حق من وجهه نظر. لا يعني بمعنى ان ممكن الام تيجي تشتكي لي ابني انا مش عارفه اتصرف معاه، ابني تعبني، ابني بيعمل مشاكل، ابني عنيد، ابني بحب ينفذ في دماغه، ابني بقى عصبي ومش قادره اتعامل معاه في اي حاجه. تمام. طيب تعالي بقى نفرط المشاكل بتاعه الاطفال، بيبقى الطفل هو اللي عنده حق. ليه؟ لان ماما بتعمل حاجه، او معظم الامهات تبقى فاكره انا كبير، انا الشخص العاقل، انا الشخص الناضج، انا اللي مسؤول عن الطفل ده. شايف الطفل طول الوقت مش فاهم، مش عارف اي حاجه، ملهوش اي قرار، ملهوش حق التصرف في اي حاجه. انا اللي عارف مصلحتك، انا اللي اقول تعمل ايه، انا اللي ارسم لك حياتك، انا اللي اقول لك الخطوه اللي بعد كده ايه. انا شايف، انا. فالام بتبقى شايفه نفسها، او ولي الامر بيبقى شايف نفسه زياده عن اللزوم. و شايف يعني ايه ولي الامر شايف نفسه اكتر؟ شايف يعني هو مش شايف الطفل، مش شايف ان الطفل دوت طفل ليه اراده. شايف الطفل بقى خالص. ماشي. وشايف ان انا اللي بقرر، انا اللي بشوف. تمام. فانا كده شايف نفسي، ومش شايف ان انا بتعامل مع يعني عقل بشري. بتعامل مع عقل بشري لسه صغير، بس هو عقل بشري ربنا عمله، انا محتاج بس اوجهه. بس هو ليه اراده، ليه مشاعر، ليه رغبات، يقدر ان هو يقرر لو انا حطيت له نقط، او انا علمته ازاي يمشي. انما انا ما اقولهوش في الحته دي وامشي لحد الحته دي. لو مشي كده يبقى غلط. مين قال لك ان هو لو مشي كده يبقى غلط؟ طب معانا مكالمه. استاذه اماني، مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين ومبروك على العوده الجميله دي. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ اخباركم ايه؟ من نجاح لنجاح يا رب دايما يا رب. وحبيبتنا القمر زي ما هي منوره الدنيا كلها يا حبيبتي. حبيبتي يا امي، تسلمي يا حياتي، عقبال ما اشوفك مذيعه كبيره اكبر من كده بكثير. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، ويا رب تكوني بخير وسنه سعيده وجديده عليك يا رب، وعلى كل الناس بالخير يا رب ان شاء الله. الله يخليك وتسلم ويسلم تعبك مع اولادنا، بجد بجد ربنا يخليك. الله يخليك. تسلم. بتغيرهم وبتنقلهم من مستوى لمستوى بطريقه ثانيه، من نجاح لنجاح. انا مبسوطه بيكم قوي النهارده، شايفه الحلقه قدامي تفرح، وشايفاها منوره الدنيا رحيق الجميله. الحمد لله. حبيت اقول لكم مبروك بقى. الله يبارك فيكي، واحنا تشرفنا بمكالمتك جدا جدا جدا، وانت عارفه غلاوتك عندنا عامله ازاي. الله يخليك، الله يخليك ويخليك ويبارك لكم، ونشوف كده المواهب بتاعتك وانجازاتك دايما يا رب. يا رب يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. ومكالمه حلوه قوي منك. مش اتفضلي يا دكتوره كمل. تمام. فهو الطفل انا متوقعه، او انا رسمه له ان هو يمشي من هنا لهنا، هو مشي كده. تمام. مين قال ان كده غلط؟ تمام. طيب انا ممكن اوجه الطفل، وممكن ان انا اديله حريه ان هو يعبر عن رايه، ويعبر عن مشاعره، يعبر عن رغباته، وبعدين حتى لو هو عايز يمشي كده ما يمشيش كده، كمثال يعني لاي حاجه هو بيعملها، ابدا ان انا طيب
لو هو مشي كده ايه اللي هيحصل وايه اللي، ونبدا ندرس الموضوع وابدا احس ان دي حياه الطفل مش حياتي انا، او حياه او ان ابني ده جزء من ممتلكاتي. فابدا ان انا اشوف مشاعر الطفل ورغباته، وان هو ممكن فعلا يبقى شايف حاجه انا مش شايفاها، او حاجه هو لو مشي فيها هينجح فيها. بعدين لو حاسه ان الطريق لا مقفول او هو مش مناسبنا، ببدا ان انا اقول للطفل، فبيبدا الطفل يسمع لي. تمام؟ زي مثلا ان انا عايزه اعلمه سباحه، مش عايزه اعلمه كره قدم، مع ان هو ممكن يبقى احسن في كره قدم. تمام؟ او هو عايز يتعلم حاجه. انا اسف لمقاطعتك، معانا بس مكالمه تاني. مساء الخير استاذه ندى. مساء النور. اهلا وسهلا استاذ بركات. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مبروك للعودة الحمد بجد منور الشاشة. الحمد لله. ورحيل جه زي العسل اصلا. الحمد لله، ما البرنامج بتاعها بقى ما نقدرش نتكلم. ايوه طبعا. ازيك يا فطوم؟ الحمد لله. مبروك يا حبيبتي العودة. الله يبارك في حضرتك، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. برنامج حلو والله جدا. الحمد لله، شكرا لحضرتك جدا، وتشرفنا بك جدا جدا جدا. شكرا يا استاذه ندى، الف شكر. معلش بنقطعك كتير بس لا مفيش اي حبايب بقى الناس اللي بتتصل لنا حبايب. اهلا وسهلا بيهم طبعا. تمام؟ فاحنا في حاجات بتتفرض على الاطفال، او احنا بنتعامل مع الاطفال من الاول، خلي بالك ما تعملش كذا، اعمل كذا، لا هنروح هنلبس كذا، لا هتلبس ده مش هتلبس ده، لا هنشتري ده مش هنشتري ده، لا انا قلت نعمل كذا. فده بيولد، بيخلي الطفل يولد عند الطفل حاجة اسمها عند، وان انا ليا رغباتي، وكل ما بكبت الرغبات دي وابدأ ان انا اعمل طفل لا 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 استوب، فبيبدأ الطفل زي ما انا بقوله لا يتعلم كلمة لا، ونبدأ ان كل ما الطفل بيكبر بتبدأ تظهر شخصيته. بس فيبدأ على بيكبر وبتظهر شخصيته، عشان معانا مكالمة تانية. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ بركات، اخبارك؟ ازيك يا استاذنا، عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ ايه ده انت بقى ايه؟ كلم يا كوتا. رحيف عامله ايه؟ هقابلك النهارده، منوره الشاشه. رحيف هقابلك. بتاخدي مواعيد على الهوا كده؟ ايه بس لو ما جيتش النهارده يا بركات هتذبحك. انت هتذبحي كل الناس النهارده. ماشي يا رحيف، حاضر ماشي، اما قبل نورتنا نورتنا جدا حبيبي يا استاذ بركات. حبيبي حبيبي، الف شكر الف شكر. اخبار الذبح ايه؟ ده كنايه عن ايه؟ ايوه يعني ايه بقى يا رحيق بقى الذبح؟ قولي قولي. طيب نرجع لموضوعنا، حته ان احنا الطفل لما بيكبر بيبدا يدرك ان طب ما انا ممكن بقى يعني خلاص انا نستوب بقى حته ان انا ماشي وراك او ماشي ورا ماما. لا انا عايز كذا، لا انا عايز كذا. حتى الكلام اللي ماما اللي فعلا اللي فيه في مصلحة الطفل هيبدا ان هو مش شايفه. سؤال فني تكتيكي ولئيم وجاي من بعض من مسافة بعيدة. تمام. تفتكر الطفل ممكن يعمل حاجة غلط وهو عارف ان هي غلط عشان يضايق ابوه او امه او حاجة كده؟ طبعا. ده بيبقى تعبير عن مشاعر سلبيه جوه الطفل، اللي هو انا متضايق وهو عارف ان ده غلط وده ما ينفعش. تمام، ما هو انا متضايق ماشي وانا في مشاعر سلبيه جوايا مش عارف اعبر عنها. ده مش الطفل بس، ده اي حد عنده مشاعر سلبيه جواه بيبدا يعبر عنها بان انتوا لازم تشوفوني، ان انتوا حسوا بيا، او انا او انا هضايقكم زي ما بتضايقوني. يعني احنا وصلنا ان احنا في عداء ما بيننا، او ان احنا مفيش حد حاسس بيا، او مفيش او انتوا طريقتكم معايا بتضايقني، فانا هبدا اضايقكم، او انا هبدا اعمل الغلط اللي انتوا مش أنا عايزينه. انا حاسس ان رحيك متضايقه وهتبدا تضايقني. تفتكري انت متضايقه؟ يا ترى مفيش حد معبرني دلوقتي ليه؟ بسبب كده. امال بسبب ايه يا ترى؟ لا يوم الجمعه ما اعرفش ماما ليه ما بتخرجنيش. لا احنا لازم ده احنا لازم فعلا نطالب بده، ان احنا يبقى نتفق على يوم الجمعه كده خلاص. اجازه عندكم ماشي، ما اجازه ماما بقى بتحب تروح عند
المصنع بتاعنا اللي احنا شغالين فيه يعتبر انا بروح مع بابا. طيب احنا بنخرج يوم في الاسبوع ولا لا؟ يعني لينا يوم كده مخصص ان احنا نخرج. هو يوم الجمعه كلنا كنا بنخرج فيه، بس اول ما جت الكورونا ماما ما بقتش تخلينا نخرج خالص، هي تروح المصنع. وكمان ساعات خرجنا انا واختي واختي، خرجنا مره واحده بس لما بيت الخروجات قعدتنا في البيت او في المصنع، وانا ما بلاقيش حد اقعد العب معاه. دي معقده ده كله. لا احنا المفروض في ده في كبت جوه. لا احنا المفروض نكلم ماما ونقول لها ان احنا لازم نخرج وناخد كل اجراءاتنا اللي تخلينا سلام او بعاد عن الكورونا. طب الفرح كده يعمل ايه؟ على فكره هتلاقي اغلب طيب الاطفال كده بيبقوا عايزين يخرجوا. بالظبط يعني احنا المفروض ان احنا زي ما احنا بنطالب ولادنا ان احنا يذاكروا وان هم يروحوا التمرين وان هم يشوفوا الهوم ورك الفلاني وان احنا نلتزم بالصلاه وان احنا مش عارف ايه ودايما مكلفينهم. بننسى حكر عند الميس ده كل اليوم ما عدا الاثنين عشان البرنامج والحد عندي درس. شطوره هي على فكره لو خدت بالك من نبره صوتها هي بتطالب بقضيتها دلوقتي، اللي هو انا عندي كذا وعندي التزام في كذا فانا عايزه حقوقي. انا السبت عندي برضو درس. بالظبط يعني الاربع عندي درس. ما هو احنا زي ما عندنا دروس الخميس والتلات عندي درس برضه. شطوره احنا زي ما احنا عندنا دروس وعندنا التزامات لازم الطفل يفضي دماغه ونعمل ريفرش، نعمل ريستارت زي ما بنعمل. ينفع اشغل اللابتوب طول اليوم واقول ان انا شغال عليه؟ لا هريحه شوية. طبيعي. فبالتالي انا لازم يبقى عندي وقت بخرج فيه الطفل وبسأله هو عايز يروح فين او ايه الحاجة اللي بيستمتع او بيبقى مبسوط بيها، وبنبقى محددين وقت عشان ما ننساش. يعني احنا لينا كل اسبوع او كل اسبوع او كل اسبوعين على حسب التزاماتنا بنحدد وقت ان هو الوقت ده من حق الطفل ان هو يستمتع فيه. معانا مكالمة. استاذة دعاء. الو. استاذة دعاء مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. الو. ايوه احنا سامعينك. انت ممكن بس توطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا كويس. الو. ايوه احنا سامعينك. احنا سامعينك. الو. طيب حاولي تاني بس يعني اسمعينا من التليفون يا استاذة دعاء عشان نبقى احنا سامعينك كويس وانت سامعنا كويس. اتفضلي. تمام. فاحنا ما بنلغيش وقت الترفيه، وخاصة ان في اولياء امور كتير بيلغوا الوقت ده لما بتبدا الدراسة. احنا بدانا الدراسة فبدانا معسكر، مفيش خروج، مفيش اي حاجة الطفل يستمتع بيها. حتى لما بنبدا نخرج اجازات اسبوعية بنبقى رايحين عند تيتا او رايحين نزور حد من قرايبنا او حتى رايحين نقابل ناس صحابنا هما مش هيستمتعوا معاهم. فانا لازم اشوف الطفل واشوف ابقى مخصص ان احنا حتى الطفل لما بيقول لي مثلا انا عايز اروح الملاهي او انا عايز ادخل سينما مش عارف ايه او في فيلم كرتون مش عارف ايه او انا محتاج كذا وانا مش هقدر البيه دلوقتي، ببدا اكتب لستة للطفل وابدا اقول له حاضر احنا هنلبي دوت في الوقت الفلاني او هنحدد الوقت في بعد اسبوع بعد كذا، على اساس ان الطفل يحس ان انا مسموع او بيحسوا بيا وبيحسوا بمشاعري. وابدا بعد كده لما انفذ له طلباته دي هتخلي ان الطفل يبقى صبور او مش عايز الحاجه دلوقتي. يعني انا في اطفال بتيجي تقول لك انا عايز اخرج دلوقتي حالا. طيب نقف عندنا نعمل كذا دلوقتي. ومعلش معانا مكالمه ثانيه. استاذه سناء. حنان. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ بركات؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ إيه ممكن اكلم رحيق؟ اتفضلي. ازيك يا رحيق؟ الحمد لله. ايه اخبارك كويسه؟ والله انت اموره على الاخر. شكرا. حضرتك بتكلمينا منين؟ ممكن تكلم اختي اماني؟ طب حضرتك بتكلمينا منين بس الاول؟ من الاقصر. الاقصر احسن ناس. احنا ان شاء الله جايين لكم قريب باذن الله. ماشي عشان تزورونا ان شاء الله. ان شاء الله. كلمي يا رحيق. انا
كلمنا راح يكون الأب. أنا أيوة يا عم يا رحيم يا عم ألو أيوة رد بتقول لك عاملة إيه؟ الحمد لله احنا مش سامعين بس مش سامعين كويس. عموما شكرا جدا وبجد شرفنا بيكم جدا جدا وبرضو احلى مكالمه. انا يوم الجمعه في المدرسه عندنا اجازه. في المدرسه جمعه في الجامعه في نسمع للايه في المدرسه عندنا اجازه جمعه وسبت. اه فالجمعه والسبت دول بنروح فيهم دروس، وساعات بعد ما نخلص المدرسه ساعات بنروح دروس. الجمعه بقى ده بنروح فيه النادي مثلا، قريبنا بنروح بس كنا بنروح مره واحده في اليوم وبنروحش حته تانية. وفي يوم رمضان كنا بنروح المدرسه كنا نرجع بدل ما بنرجع نروح الدروس تاني، واحنا كنا ساعتها بقى بنبقى صايمين وكده بقى. واحنا بنقعد بقى لحد بالليل. انا على العموم يعني في يوم اول ما المدارس اخذت اجازه حتى في الكورونا يعني بروح الدروس من اول الصبح بدري. ممكن ناخد المكالمه دي؟ معلش معلش حد معانا حد معانا استاذه ريهام؟ ايوه معاك. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. ايوه معاك. اهلا وسهلا بيك. مساء النور، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ والله تمام الحمد لله. يا رب تكونوا مبسوطين. لا والله مش مبسوطين. ايه ده العمل اللي بتعملوه ده؟ مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ لا مش مبسوطين اكيد، برنامج ده مش حلو خالص. مش حلو؟ ايوه مش حلو خالص. انا طيب حاولي تاني معانا برضو، لو في حاجه مش عاجباك ان شاء الله نصلحها، بس يعني ماشي ما علينا. طيب اللي كان بيتكلم الدكتوره ولا رحيق؟ انا رحيق كنت بتكلم. ما انا بتكلم ايه؟ كنت بتحكي على يوم الجمعه انت بتعملي فيه ايه؟ وفي رمضان بقى كنا بنعمل ايه؟ كنا من اول الصبح اول ما افطر ادخل البس وبعد كده اغسل سناني قصدي وشي ماشي. بعد كده امشي على الدرس، بعد كده برجع لحد بالليل برجع اكل، بعد كده ادخل انام واصحى الصبح برضك نفس الكلام. تصحي الصبح نفس الكلام. طيب ما بناخدش اي فاصل كل يوم فيه مذاكره وكل في يوم فيه كل يوم باخد مذاكره كتير وكل يوم بقعد اذاكر وكل طيب هل ده صح؟ يعني هل ده ان احنا معظم اولياء الامور بيعملوا كده، حته ان احنا طالما بدانا دروس فاحنا كل يوم عندنا مذاكره، كل يوم عندنا دروس، كل يوم لازم نقعد نذاكر، لازم الطفل يعني هما مش حاطين جمعه وسبت كده اجازه اللي هو يعني اجازه عشان احنا نعمل نقضي الحاجات او نعمل الحاجات اللي احنا ما عملناهاش. مكالمه ولا نكمل دي؟ نكمل دي بس عشان اولياء الامور. احنا المفروض ان احنا واخدين جمعه وسبت او بيبقى في اجازه اسبوعيه علشان الجسم والعقل يبدا يرتاح ويعمل ريفرش عشان يبدا ان هو يشتغل كويس الاسبوع اللي بعده، او يدي احسن او يستعيد طاقته عشان يبدا يديني طاقه ويبدا يفكر باحسن ما عنده. انما انا لما باخد جمعه وسبت حتى اللي هم الاجازه في ان انا اذاكر وان انا اشوف الدروس أجازة. وكل الحاجات دي طيب أجازة. العقل هيرتاح امتى؟ هل هيرتاح في ال 12 ساعه اللي احنا بناخدهم نوم؟ بعد كده الطفل بيبدا يرفض، انا مش قادر، تركيزي واقف، مش عارف ايه. فانا المفروض على الاقل لازم في يوم كده افصل منه مذاكره، نشوف اهتماماتنا هواياتنا اي حاجه تخلي الطفل يعمل ريفرش ويبدا يرجع تاني. تمام. هتقولي ولا ناخد المكالمه؟ معانا مين؟ الو استاذه مين معانا؟ امل. استاذه امل مساء الفل. انا بس عايزه اعرف امتى الايه الاعاده بتاعت البرنامج؟ الاعاده ان شاء الله تبقى 3 بالليل. 3 بالليل بتعاد تاني؟ تتعاد تاني ان شاء الله. ده
طيب انا عايزه اعزي الاستاذه فاطمه الحاتي. تمام. مين فاطمه الحاتي؟ اتفضلي. خطاطه. طيب طيب ربنا يعني يرحم الجميع ان شاء الله، واقروا الفاتحه لكل الناس، وان شاء الله ربنا غفور رحيم، وربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرضى عننا اجمعين. اتفضلي. هو احنا بقى احنا هنختم، قدامنا دقيقتين. لا ها اتفضلي هتقولي حاجه بس بسرعه. ها هو احنا بقى في يوم المدارس يوم نفسي في ماما نفسي ايه انا بقى براحتك اهو انا ساكت انا ساكت نفسي في يوم طبعا. ماما تخلينا الجمعه والسبت اجازه بس، ده اللي انا نفسي ماما تعمله. لا طيب. احنا مش عشان قلنا جمعه وسبت اجازه يبقى نخليهم كلهم اجازه. لا. هيبقى في يوم نعمل فيه هواياتنا، نستمتع فيه، نقعد مع بعض، ما نذاكرش فيه، بس في يوم تاني اللي هو برضه هنشتغل فيه، يعني مش هناخدهم الاثنين. يعني طيب خلاص يا رحيق عشان وقتنا خلص، وقتنا خلص. ثانية. طيب ثانية معلش. بس ماما يعني انا ماما مع انا ما عنديش امتحانات، اخواتي هم اللي عندهم امتحانات، فانا استمتع بس. طيب هي طالما ما عندهاش امتحانات ما ترتبطش باخواتها، احنا نقول لماما كده. بس بتوديني دروس عشان نتعلم برضه. دكتوره اولا بس عايز اقول لك نورتينا، عشان رحيق شكلها مجبوته نصفي الكلام ده بره، نصفيه بره. نورتينا وان شاء الله تبقي معانا في حلقه ثانيه باذن الله. وبقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، احنا بنشكركم جدا اللي انتم بتتابعونا، واي حد شايف ان احنا مش لطاف او دمنا مش خفيف احنا بنقول لك احنا اسفين، ان شاء الله نطور من نفسنا ونبقى احسن، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم بالحب مع بركات ورحيق. باي باي. باي. لما علينا نخلي طرح قلبي فتح لسه ماشي بيك عينينا.